كريمة، عايزة أسألك، لقيت ردود الأفعال إزاي بعد ولد الغلابة؟ كنت يعني كل النقاد قالوا إن أنت قدمت الكوميديا بشكل جديد، أنت تعليقك على ده إيه؟ الحمد لله، خطوة جديدة كسبناها في قلب المتفرج، وفعلا ردود الأفعال بسطتني وفرحتني جدا، لأن مختلفة وحاجة كانت مخوفاني إن أنا أقدم حاجة مختلفة، بس الحمد لله الناس اتبسطت وكانت حاجة جميلة جدا. كريم، الناس كانت بتضحك على ردود أفعالك أو أفعالك جوه المسلسل بالرغم إن أنت قاتل أختك، يعني قولي قدرت تعمل البلد هو ده كان أصعب حاجة في الدور بالنسبة لي، إن أنا أعمل جريمة قتل، ومش قتل أي حد، ده أنا بقتل أختي والناس تتعاطف معايا وتحبني، ده كان أصعب حاجة. الحمد لله ده بمجهود كبير، يعني مع محمد سامي ومع أستاذ أحمد السقا ومع الناس كلها قدرنا نعمل ده بشكل كويس جدا الحمد لله. يعني كلمني عن التعامل بقى مع أحمد السقا، أول مرة تتعامل معاه. حاجة عظيمة بقى، لأن هو إنسان عظيم فعلا، راجل ميجا ستار بمعنى الكلمة، راجل جدع، أخلاق، كل حاجة فيه حلوة بصراحة، يعني ما تحسيش ان هو، يعني تحس من اخوكي، صاحبك قاعد معانا من زمان، تحس ان هو صاحبي من وانا صغير، تحس ان هو كان جارك، تحس بحاجات جميله كده دايما في التعامل معايا بصراحه. يعني قالوا ان انت تعرضت لضربه شمس وانت بتصور واتنقلت المستشفى، ايه اللي حصل؟ ده حقيقي، كنا بنصور في حته صحراء ودخت وقعت، وكانت ليله هباب يعني الحمد لله. بس الدور طلع حلو جدا، انا بحييك طبعا. قولي بعد ولد الغلابه كمان قالوا ده بيروجوا للمخدرات زي مدرس وتحول لتاجر مخدرات، يعني ده من الكلام اللي اتقال؟ بص، هو مش بنروج للمخدرات، بالعكس احنا بنقول المخدرات غلط، يعني كل المسلسل من اوله لاخره بنقول ان المخدرات شيء غلط، حتى في الاخر القفله، يعني العيله اللي كانت بسيطه وجميله وسعيده اتقلب كيانها، وكلهم نصهم ماتوا ونصهم اتقتلوا، ومفيش غير اللي فلت انا وسافرت عشت في بلد غير بلدي، العيله اتدمرت. هو ده انا كده بروج للمخدرات؟ انا كده بقول لكم تاجروا في المخدرات يا جماعه عشان عائلاتكم وبيوتكم تتدمر؟ اكيد بقول لا، يعني مش منطق يعني. ابتديت تحضر لحاجه جديده؟ ان شاء الله بحضر للاوضه الضلمه الصغيره، هشارك فيه كضيف شرف، وان شاء الله بقرا كذا حاجه اليومين دول، وقريب جدا اقول عليهم باذن الله. مسرح مصر اخباره ايه؟ مسرح مصر هنبدا عرض سيزون مسرحي في اول يوم العيد باذن الله. تعليقك ايه على قضيه مريم فارس وشتمت في مصر وطلعت اعتذرت والنقابه تدخلت، يعني تعليقك ايه؟ بصي، انا ما يعني مش يعني مصر كبيره قوي، اكبر من الكلام الفاضي ده كله، مصر دي مش بلد صغيره، مصر بلد عظيمه اكبر من اي حد في الدنيا، فما ينفعش حد يغلط ولا حد يشتم، و يعني ما اعرفش، مش لاقي كلام اقوله بصراحه في الموضوع ده، بس احنا اهم من كده واكبر من كده بكتير. طيب انت مع فكره اللي فنان يعني يغلط ويعتذر؟ لا طبعا، تغلط ليه؟ ليه اصلا تتكلم في حاجه خارج نطاق عملك؟ طالما انت هتغلط فيها ليه؟ يعني ده تتكلم على حاجه مش فنيه واغلط فيها، طب ليه؟ انا اتكلم او يعني اناقش حاجات فنيه، حاجات في تخصصي، لكن ما اروحش اتكلم في الكوره واغلط في حد، اروحش اتكلم في السياسه واغلط في حد، انا ما بفهمش في الحاجات دي. دي مش شغلتي. الحاجات دي ليها ناس بتشتغل فيها، هي اللي تقدر تقول ايه الصح وايه الغلط. زي انت لما تيجي تغلط في الفن وانت لعيب كوره اقول لك لا، ده في كذا وكذا وكذا، ده شغلي.